تقديم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية يقدمها أبناؤنا في الاغتراب، ممثلة باللجنة الوطنية للمغتربين في هولندا وبلجيكا، بالمشاركة مع تجمع المغتربين لأجل سوريا في فرنسا وبروكسل، حيث تقدم المزيد من المواد الغذائية وأغذية الأطفال وحاجيات أخرى للكبار والصغار والعجزة، بالإضافة إلى أغطية وتوابعها، ويتم توزيعها عبر لجنة مشكلة من مجلس المدينة على مراكز الإيواء الثلاثة في محافظة اللاذقية وعلى الجمعيات الخيرية وبعض فعاليات الأحياء، بحيث تصل إلى أكبر عدد ممكن ممن يحتاجها. واليوم هذه المساعدة تأتي من الأخوة المغتربين في بروكسل وفي هولندا ومن تجمع المغتربين في فرنسا، هو دليل على أصالة أو دليل جديد على أصالة الشعب السوري وعلى تمسكه بأرضه وعلى محبة أبناء سوريا لبعضهم بعض، مهما كان هناك من حدود ومسافات بعيدة، ولكن دائما وأبدا الجميع يجمع أن سوريا تكبر بمحبة أبنائها وبالتفافها خلف جيشها البطل الذي يحقق الانتصارات والذي سيكون انتصارنا على هذه المؤامرة في وقت قريب جدا جدا إن شاء الله. الحقيقة الدفعة اللي وصلت اليوم هي عبارة عن مجموعة دفعات دخلت القطر وعم يتم توزيعها على المهجرين وعلى المتضررين من الأحداث الغاشمة اللي وقعت على بلدنا سوريا. طبعا مشارك اليوم بهالدفعة بهالبضائع هذه تجمع المغتربين لأجل سوريا، سبق وزعنا على دفعتين كميات من حليب الأطفال والسالات، واليوم مشاركين بكمية لا بأس فيها من حليب الأطفال بيومين. حاليا هذه حاوية من 6.8 طن فيها حليب أطفال وأغذية أطفال وحفاضات للصغار وفي حفاضات للعجزة، بالإضافة للرز والأغطية والسكر والطحين. أنا بتشكرهم هن تجمعات المائدة في بروكسل واللجنة الوطنية للمغتربين السوريين بهولندا. أجسادهم بعيدة وقلوبهم حاضرة، تغمر الوطن بالحب والإنسانية لتنزع عنه كربته وتمسح جراحه لتمده بماء الحياة وبلسم الأمل.